علم مراسل بين سبور من مصادر موثوقة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار في برشلونة، وكانت بين سبور قد انفرضت سابقا بخبر وجود مؤشرات إيجابية حول بقاء الساحر الأرجنتيني في نادي برشلونة. وكان مستقبل ميسي غامضا في ظل التوتر الذي ساد علاقة بين البورتغال والفريق الإسباني خلال الصائف الماضي. النجم الأرجنتيني الذي ينتهي عقده في 30 من يونيو المقبل يطمح إلى المواصلة مع النادي الكتالوني، خصوصا وأنه يدرك تماما عزيمة رئيس النادي جوان لابورتا على تحضير فريق تنافسي قادر على الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يرغب ميسي في حمل قميص فريق أوروبي واحد وهو البارسا. ويذكر أن ميسي أخبر إدارة البلغرانا في 25 أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود شرط جزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع النادي الطفولة.